عليكم حبوباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. فيديو اليوم غادي يكون على واحد الوصفة اللي طلبتها مني واحد الأخت في القناة، وقررت باش نلبي ليها الطلب ديالها. فأول شيء قبل ما نبداو الفيديو، ما تنساوش كيف العادة تشتركوا في القناة لكنتو أول مرة تزوروها، وتخليو ليا اللايك ديالكم في مثابة تشجيع لي والقناة ديالي، وتخليو ليا كذلك التعليق ديالكم. فبالنسبة لوصفة اليوم، هي عبارة على واحد السيرو، أي حبوب لفتح الشهية وزيادة الوزن. فمهم قبل ما نبداو الفيديو، نبغي نقول للناس اللي غادي يبداو بالتعاليق الخايبة، بغا يقول لك انت بغا تخرجي على عباد الله، هذا راه خطر، ولا يعني تتفرجي فيديو عادي باش حكمي. المهم، هذا الحبوب او هذا السيرو راه كيف يساعد على فتح الشهية كما كتشوفوا معايا، وفيه الحلبة، مصوب بالحلبة زائد فيتامينات. وكما كنعرفوا ان الحلبة يعني كتساعد في زيادة الوزن بطريقة سريعة ويعني رهيبة وفعالة مضمونة، وكذلك الفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم ديالنا. فمهم، هاد ابينات ثمن ديالها تقريبا 70 درهم. كاين سيرو وكاين فانيد حبوب، يعني دي كومبريمون، ممكن كل واحد يستعمل على حساب يعني شنو كيبغي. كاين اللي كيبغي مثلا سيرو، كاين اللي كيبغي حبوب. فمهم بالنسبه للسيرو، يعني كيكون المفعول ديالو قوي على الحبوب لانه كيسرح مع الذات ومع الجسم ديالنا. فهذا كيتباع ثمن كما قلت لكم يعني 70 درهم، ويمكن كاينه البواطه الصغيره دايره غير 35 درهم. فمهم غتصيبوه في الصيدليات، كيتباع تما، راه يعني خطر وسريع في زيادة الوزن. وينبغي نقول حتى المرضعات، الناس اللي كتر يعني كترضع والدها وداك الشيء، يمكن ليهم يستعملوه. راه غتصيبوه مكتوبة فيه، فهو فيه فيتامينات ومصنوع يعني من الحلبة اللي معروفة انها كتساعد على تكوين الهرمون الهرمون الانثوي اللي فيه الصدر والمؤخرة والارداف، يعني كاع معالم ديال الانوثة. وكيتباع في الصيدليات، الثمن ديالو يعني ماشي غالي بزاف، شي شويه وصافي، وماشي ديال الحساسيه، راه كلشي مكتوبه في داك البيان اللي كتكون مع هاد الحبوب. فكنصح بالاستعمال ديالو لانه زوين بزاف. راه الفانيد فيها 30 قرص، يعني 30 حبه ديرك تقريبا شهر، وتستعملي غير وحده راه كافيه، يعني انه مجهد وكيعطي نتائج يعني قويه. وبالنسبه للسيرو، تستعملي غير 2 معالقات في اليوم، يعني معلقه في الصباح حتى تفطري ومعلقه في العشيه. فكنتمنى البنات تجربوه لانه زوين 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 بزاف. غير اللي بغي نقول ان اللي حاملات يعني ما يستعملوش، لانه ربما يكون شي خطر على الجنين حتى الولاد ان شاء الله. يعني واخا تكون كترضع يمكن لا تستعملوا، راه كلشي يعني مشروح هنا في هاد الحبوب. فمهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، ها كنتمنى تكونوا استفدتوا منه يعني وفدتكم فيه. واللي بغى يزيد يعرف اكثر ياخذ ولا يمشي الصيدليه، وراه هو غادي يشرح ليه مزيان عليه، لانه هذا كله فيتامينات وكيساعد على فتح الشهيه وميم طو كيزيد في الوزن. فكنتمنى يعني تجربوه البنات لانه زوين زوين بزاف، وانا جربته وعجبني. غير كتسالي يعني البواطه الاولى كتكون صافي، يعني كتبان لك النتيجه، ما تحتاجيش يعني البواطه اخرى. وفي نفس الوقت هو يعني طبيعي، ما عندوش شي اثار جانبيه اللي تخافي على الصحه ديالتك، ماشي بحال دوك السيروات اللي كنعرفو ديال الحساسيه كيزيدوا في الوزن. فهذا يعني كيزيد في الوزن بطريقه منتظمه ومنطقه بمنطقه، وبطريقه يعني سريعه وطبيعيه، يعني زوين زوين بزاف. نصيحه شي نقدر نقول لكم انه رائع بزاف، اكثر من رائع. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. لما عجبكم ما تنساوش كيف العاده تدعموني باللايك ديالكم، وتشتركوا في القناه، وتخليوا لي تعليق ديالكم واقتراحاتكم. والسلام عليكم، وكنبغيكم بزاف، ولا لي خطاكم عليا. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده.